السلام عليكم. نكمل الجزء الثاني من المحاضرة الثالثة. جينا بالمحاضرة السابقة اللي هو شلون نحدد أنواع الكيسينج اللي هو السيرفيس كيسينج والإنترميديت كيسينج والبرودكشن كيسينج، هذن الأنواع الرئيسية، والسيتنج ديبث مالته، كل واحد الطول مالته هو العمق مالته اللي ينتهي به. السيرفيس كيسينج اللي وين عمقه، الانترميديت اللي وين عمقه، والبرودكشن كيسينج طبعا العمق مالته واضح الى المنطقة المنتجة او البيزون. هذه الجزء الاول من الكيسينج ديزاين. الجزء الثاني هو السيلكشن اوف كيسينج سايزز. الان نريد نشوف الخطوة الثانية، انه هذا سيرفيس كيسينج ايش قد حجمه، يعني القطر الخارجي مال كيسينج ايش قد، والانترميديت ايش قد، و البرودكشن كيسينج. هاي ما نطلق عليه السيلكشن اوف كيسينج سايزز، احجام الكيسينج اللي احنا نختارها. The size of the casing strings is controlled by necessary ID of the production string and the number of intermediate casing string required to reach the depth objective. اذا هو يحدد بمن بالاي دي، القطر الداخلي المال للبرودكشن كيسينج، اند وشنو العدد الانترميديت كيسينج سترينج حتى نحتاجها للوصول الى البيزون الاوبجكتيف او برودكشن زون. اذا معناه ممكن يكون عندنا اكثر من انترميديت كيسينج اذا كان السيرفيس كيسينج يعني بعيد عن البرودكشن كيسينج، فنحتاج مرات نستخدم انترميديت كيسينج يعني عدة سايزز. الغاية احنا قلنا التصميم مال كيسينج نقلل التكلفة مالته، شغلة اقتصادية. كل ما نستخدم جريدات ارخص، انواع كيسينج ارخص، كل ما التكلفة النهائية للكيسينج تكون اقل، بس على حساب البرودكشن مالتنا للكيسينج او بروتكتيف او الواجبات الاساسية للكيسينج ما نتخلى عنها. ودائما خلي ببالك الكيسينج التصميم مالته يبدي من الاسفل الى الاعلى، من الاسفل الى الاعلى. يعني السيرفيس كيسينج نبدي وين السيتنج ديبث مالته ونروح للسطح. الانترميديت كيسينج وين السيتنج ديبث مالته ونروح الى السطح، من الأسفل إلى الأعلى. To enable the production casing to be placed in the well، حتى نهيئ إنه ننزل بطانة الإنتاج بالبير. The bit size used to drill the last interval of the well must be slightly larger than OD of the casing conductors. إذن معناه إحنا حتى نحفر لغاية البيزون حتى ننزل اخر كيسنج اللي هو برودكشن كيسنج، لازم احنا نختار بيت قطرها اكبر من قطر شنو الكونكترز الجوينات بين بايب وبايب الكيسنج، حتى نضمن انه نسوي قطر للبئر اكبر من قطر الكيسنج وننزل الكيسنج اللي هو برودكشن كيسنج بالنهاية. Table 7.7 and 7.8 provides commonly used bit size for drilling a hole in which various IPI casing strings generally can be placed safely without casing stick. يعني هنا عندنا الجدول 7.7 وال 7.8 هي تستخدم حتى نحقق هذا الغرض، انه نختار البت اللي قطرها اكبر من القطر الخارجي للكيسينج ونحفر بيها، واضح؟ حتى من نجي ننزل الكيسينج احنا ننزل حرية، ما راح يصير استك بايب ويا جدار البئر، واضح؟ فالإكزامبل حول استخدام هذا التابلين ذني جدولين وحتى نحصل الكيسينج سايزز using the data in the previous example، نفس المثال السابق اللي حددنا به أطوال الكيسينج وأنواعها اللي هي سيرفيس انترميديت برودكشن. نجي الآن نستخدم select casing sizes OD، فنختار الأحجام مال كيسينج اللي هي شنو
الخارجية for each casing string لكل surface casing والintermediate production. شلون نختار هنا الحل؟ احنا اتفقنا انه البرودكشن كيسنج يكون من نوع 7 انش برودكشن كيسنج قطر الخارج مالته الاغلبي، وعلى اساسه تجي الاقطار الاخرى اللي فوقه كيسنج اللي فوق الانترميديت والسيرفس كيسنج. ف 7 انش برودكشن كيسنج سترينج از ديزاير، مطلوب 7 انش يكون قطر البرودكشن كيسنج الخارجي. فإذا احنا عندنا 7 انش لازم ليش نحفره؟ نحفره بيت قطرها اكبر، اذا نختار 8.625 يعني 8.5 على 8 انش بيت is needed to drill the bottom section of the borehole. واضح؟ حسب ما نشوف بالتابل 8.1 هذا واحد. هنا شوف احنا قلنا هنا تابل 7.7 و7.8 هذا بالمصدر مالتنا المنهجي، بس انا شفت لكم غير مصدر اخر شوية يعني الارقام اكثر وضوح. فتابل 8.1 تابل 8.1 زين اللي هو هذا، اشوف التابل 8.1 commonly used bit sizes for running API casing حسين and المجيد 2014. فهنا ينطيك الكيسنج من 4.5 كيسنج سايز القطر الخارجي 5.5 الى حد 20، هاي الاقطار الخارجية للكيسنج. شنطيك ويا الكوبلينج يعني ويا الفلنجة مالته، فتشوف الاربعة ونص صار قطرة الخارجي 5 الاودي الخمسة بوينت فايف. فاذا عندنا ضيافة نتيجة شنو؟ وجود الفلنجة. فاحنا كلها القطر الخارجي الكيسنج ويا الفلنجات لازم نختار بيت شنو؟ تحفرة اكبر من هذا القطر. واضح؟ فمثلا ابو الخمسة ويا الكوبلينج الكيسنج لازم نحفره نختار بيت 6 أو 6.125 أو 6.25، هذني أنواع البيت اللي عندنا مثلا. واضح؟ من نروح على القطر 7 بالمثال مالتنا 7 انج برودكشن كيسنج ويا الفلنجات يصير 7.65656، فإذا نختار بيت شنو؟ 8.625 أو 8.75 أو 9.5، ممكن هاي الأنواع الثلاثة كلهن نختارهن. هاي 8.5 على 8، هاي 8.3 على 4 ثلاثة أرباع، وهاي 9.5. واضح؟ وكل ما زاد طبعا القطر مال كيسنج، واضح؟ طبعا تزيد البت المستخدمة للحفر. مثلا آخر قطر اللي هو 20 ويا الفلنجات يصير قطرة 21 بالتوصيلات بين بايب وبايب بالكيسنج. اذا نختار عندنا البت المستخدمة 24 انش او 26 انش حتى نضمن انه من نحفر بهاي البت انه هذا الكيسنج يدخل داخل البير. واضح؟ يعني اذا هو مثلا 21 وجينا حفرنا ب 20 فهذا ما يفوت، يعني يحشر. واضح؟ يحشر. هاي بالنسبة النقطة الاولى في تحديد الكيسنج ديزاين sizes. 8.625 bit will pass through the most of the available 9.625 inch casing. See table 7.8. يعني هنا من اختارينا 8.625 inch bit، واضح؟ لازم هاي تدخل وين؟ تدخل احنا دا نحفر اسفل البئر، نهاية البئر اللي هو 7 inch casing. واضح؟ فالمفروض هاي البت لازم تدخل بالكل البايبات الفوق، يعني احنا ننزلها من السطح. واضح؟ فلازم احنا عندنا يعني لازم تدخل هذا البت بالسيرفس كيسنج داخل السيرفس كيسنج،
وداخل الانترميديت كيسنج حتى توصل وين؟ الى اسفل عمق البئر اللي هو يبدي البرودكشن كيسنج ونحفر بهذه البئر. فلازم عندنا الكيسنج اللي فوقها اقل اقل شيء 9.625 القطر الخارجي. هذا نشوفه بين بالتيبل 7-8 او اعتقد التيبل شو شوف ايش قد الثاني هذا 8.1 8.2 8.2 اللي هي commonly used bit sizes that will pass through API casing سيني and مجي. بمعنى انه هذا هنا جدول 2 عندك الكيسنج سايز 4.5 كمثال اقل كيسنج هذا سايز 4.5 عندك كم نوع عندنا حسب النومينال ويت مالته باوند ماس بير فوت 9.5 10.5 11.6 13.5 واضح. الانترنال دايامتر ايضا كل واحد من نوع الوزن الكيسنج اكو عندك انترميديت دايامتر 4.09 4.05 4 3.9. طبعا كل ما زاد وزنه بمعنى انه القطر الداخلي مالته يقل يصير السمك مال الكيسنج اكبر. الدريف دايامتر هذا اللي قلنا الخابط القطر الخابط الداخلي. فالكومنلي يوزد بيت سايزز واضح. فهناش عندنا هو الكيسنج ايش قد 4.5 فلازم نختار البت حتى اذا هذا ننزلي هذا الكيسنج لازم نختار بت واضح اقل قطر من عنده تدخل بي واضح لازم تدخل بي. فممكن البتات اللي تدخل بي 3.3×8 3.75 3.75 هذني بس نوعيتين. يعني كأنما عدنا افترضنا احنا خلنا ناخذ غير قطر افترضنا انه ابو السبعة نفسه ابو السبعة روح وين ابو السبعة هذا ابو السبعة ابو السبعة طبعا عندنا كم نوع من الويت ام نومينال ويت 17 يبدي ويروح لحد 38 1 2 3 4 5 6 7 ثمان انواع البايبات. طبعا قطر داخلي كل واحد له قطر داخلي هو النومينال ويت ليش يتغير قلنا لان القطر الداخلي يقل معناه سمك المعدن سمك البايب كمعدن يقل. هذا دروب دايامتر قلنا ما عنين به الخابط. فاذا السبعة نحن احنا ننزل ايش قد عندنا كيسنج سبعة واضح. خلنا نفترض انه السيرفيس كيسنج او الانترميديت هو سبعة فلازم شنو حتى نحفر الوراء خلينا نقول الوراء اللي اسفل من عنده برودكشن كيسنج صحيح. فلازم شنو نختار بيت لازم تدخل بهذا الكيسنج حتى نوصل وين الى السيتنج ديبث مال كيسنج اللي هو نفترضه سبعة هنا ونبدي نحفر. اذا يعني واضح. فممكن بالسبعة كيسنج ندخل بيت تشقد عندنا ابو الستة وربع وعندنا ابو الستة او هنا ستة وربع هاي 6.5×8 هاي 6 هذني البتات المستخدم. بمعنى انه يعني خلي نشوف هنا شوي نوضح لكم الصورة. اذا نفترض عندنا الانترميديت كيسنج هو 13.3×8 هذا او 11.3×8 هذا الانترميديت كيسنج حتى نحفر جوا واضح. نحفر جوا ايش نحفر ورا الانترميديت كيسنج الى الاسفل نحفر برودكشن كيسنج واللي يكون قطره طبعا اقل من هذا القطر. فلازم نستخدم شنو بتات تدخل بهذا 11.3 ارباع. اذا حجمها لازم قطر هذا البتات اقل من 11.3×8 مثل نستخدم ال 11 نستخدم 10.5×8 هذين البتين ممكن نستخدمهم ما عندنا غير انواع واضح متوفره. فممكن ال 11.3×8 الكيسنج حتى نحفر اسفل من عنده لازم نستخدم بت 11 و10.5×8 طبعا هو يعتمد مو على الخارج هنا يعتمد علما على الداخلي لان احنا
نجيب البت ندخلها القسم الداخلي. هسه ها صار اصبح عندنا يعني وحده عمليه وحده عكس اللغ. انت حتى تحفر بحجم كيسنج معين كبرودكشن كيسنج 7 انش لازم تحفر بيت اكبر حجم منه القطر الخارجي مال 7 انش مثل ما قلنا بالسؤال. اذا 7 انش برودكشن كيسنج لازم نحفر بيت اكبر من عنده 8.625. لما احنا عندنا سيرفيس كيسنج او انترميديت كيسنج واضح نزلناه بقطر مثلا 9.625، فاذا لازم احنا شنو حتى نكمل عملية الحفر لازم نجيب بيت قطرها اقل من 9.625 حتى تحفر لنا، وهكذا. هذا تيبل 7-8 يعني مال المنهج كتاب منهج مالتكم، او هو بالاحرى هذا 8-2 اللي هو موجود عندكم بالمحاضرة. However a final check will have to be made after the required maximum weight per foot is determined. لازم نسوي تشيك حتى منو احنا نستخدم الماكسيموم ويت اون بيت بير فوت للكيسنج المستخدم. according to the data presented in table 7-7 12.25 in bit. طبعا 7-7 اللي هو شنو 8-1 نستخدم 12.25 inch bit is needed to drill to the depth of intermediate casing. واضح. طبعا احنا الانترميديت كيسنج هنا قلنا ايش قد 9.625 فحسب الجدول مالتنا هنا عندنا 9.625 هذا القطر الخارجي ويا الفلنجات 10.625، وهذا احنا 10.625، فلازم نختار بيت هاي للانترميديت كيسنج. واضح. للبرودكشن كيسنج انترميديت كيسنج 10.625 نختار اما 12.25 او 14.75 بيت نحفر. حتى من نجي ننزل ال 9.625 او هذا ال 10.625 قطر خارجي احنا حافرين ايش قد؟ حافرين 12.25. اذا انت يدخل بيه كيسنج فري بحريه اكبر. اذا معناه انه من عندنا 7 انج برودكشن كيسنج حفرنا بهذا البتات الثلاثه، ممكن نحفر بهذه او هذه هالاحجام. من صار عندنا انترميديت كيسنج قطره اكبر 9.625 9.5 على 8 ويا فلنجا صار 10.65، اذا لازم نحفر بقطر اكبر بيت نستخدمها 12.25 و14.75. من نروح على السيرفس كيسنج، سيرفس كيسنج قطرة اكبر اللي هو اعتقد 13.3 على 8 اللي هو هذا، ويا الدرف دايامتر مالتنا او الكابلنج 14.375 لازم نختار البت ايش قد مقدارها 17.5 حجمها، حتى نضمن من نحفر البير ب 17.5 نضمن انه ال 13.375 اللي هو 14.375 ويا الكابلنج يدخل داخل البئر بسهوله، ممكن ننزله وبعدين نسمته، فما عندنا اي اشكال بالموضوع. هذا ما يتعلق بمن اذن بال 9.625 اللي هو الانترميديت كيسنج لازم نحفره ب 12.25 انج بت يا اقل قطر من البتات. اذا عندنا مجموعه من الاقطار اللي تشتغل نختار اقل قطر. فات ويل باس ثرو 13.375 انج كيسنج. إذن هاي الـ 12.25 هي already وين تدخل؟ تدخل من السطح مال surface casing اللي هو شقد؟ قلنا 13.375. ومن أخذنا هنا حتى نحفر الـ 7 inch casing أخذنا البت الأكبر اللي هي 8.625 نضمن إنه
تدخل بداخل الانترميديت كيسنج اللي هي 9.625 وهنا 12.5 تدخل بالسيرفس كيسنج اللي هو 13.375 وال17.5 بت از نيدد تو دريل ذا ديبث اوف سيرفس كيسنج سي تيبل 8.2 ايضا 8.1 هذا هذا 8.2 هذا يصير 8.2 فإذن هنا هذان الجدولين يوضح لك شلون أو نقدر نحدد الأقطار مال كيسنج المستخدمة. شوف هذا آخر شيء وصلنا للعشرين، يعني إذا السيرفس كيسنج 20 نحفره قلنا بيش نحفره هنا حفرة بيش آخر شيء نال 20 20 نحفرة بالأربعة وعشرين أو 26 بت واضح بس البت اللي تدخل بالعشرين هي أم الأسبعتاعش ونص مثل ما قلنا 17.5 وايضا الابو 18.85 ايضا البت اللي تدخل به 17.5 يعني اذا هذا سيرفس كيسنج ابو 20 او السيرفس كيسنج ابو 20 لازم احنا حتى ندخل البت ونكمل حفر الى اسفل البير نستخدم ال 17.5 واضح نضمن انه ال 17.5 تدخل ال 20 داخل ال 20 Finally, as shown in table 7.8, table 7.8, 7.5 inch bit will pass through 18.625 inch conductor casing, which will be driven into the ground. آخر شيء وصلنا إحنا قلنا جد 17.5 تدخل وين بالconductor pipe اللي هو طبعاً. أكثر من الـ 17.5 اللي هو 18.625 inch conductor pipe هذا اللي يوصلنا إلى السطح. هاي الخطوة الثانية. نجي للخطوة الثالثة والمهمة اللي هو selection weight grade and coupling. إذن هسه نرجع نقول بالخطوة الأولى حددنا أنواع الكيسنج والأعماق مالتها second depth مالتها لوين توصل. الخطوة الثانية حددنا الكيسنج سايز الأنابيب ايش قد أقطارها الخارجية وايش قد البت أحجام البت اللي نستخدمها في عملية الحفر وقلنا دائما نختار البت اللي هي تكون حجمها أكبر من الكيسنج القطر الخارجي للكيسنج. هاي في حالة شنو احنا ثبتنا الكيسنج يعني من ثبت السيرفس كيسنج خلنا نقول نحفره مثلا ب 17.5 واضح فمن نجي على حتى نحفر الانترميديت كيسنج لازم نختار بيت تدخل وين تدخل بالداخل البرودكشن داخل السيرفس كيسنج حتى نضمن انه نقدر نحفر الى اسفل البئر وننزل الكيسنج الانترميديت كيسنج اللي هو النوع الثاني من انواع الكيسنج. الان الخطوة الثالثة selection of weight will grade and coupling. هاي اهم خطوة انه once the length and OD شوف لما حددنا الطول او العمق معناه setting depth والقطر الخارجي of each casing string is established ثبتنا نجي الآن نروح the weight الوزن البايب اللي نستخدمه مثل ما شفنا قلنا كل قطر بسبعة وثمان أو أربع أوزان الويت والجريد النوع والكابلينجز used in each string can be determined يعني مثلا السيرفس كيسنج ممكن نقسمه إلى مجموعة من الأوزان والجريدات والكابلينج المستخدمة
نفس الشيء للانترميديت كيسنج. طبعا احنا درسنا بالبكالوريوس كان انه لا، السيرفس كيسنج هو ياخذوا قطر واحد، قطر واحد من الاعلى من السطح الى الاسفل. هنا بهذا الكتاب المنهجي مالكم لا، يقول السيرفس كيسنج ممكن نجزئه الى مقاطع حسب الويت والجريد والهذا، ونوصل للعمق المطلوب لتثبيت هنا كلها شنو يعني حتى نقلل منين من التكلفة. وهكذا بالنسبة للانترميديت والبرودكشن كيسنج. The loading condition هنا طبعا من يحدد الويت والجريد والكوبلينج هو loading condition، يعني ظروف الحفر مالتنا that are always considered are البرست والكولابس والتنشن. هذن الثلاثة هي حددن لك مقدار الاختيار مالتك للوزن والجريد. When appropriate other loading conditions such as bending or buckling must be considered. وبعض التعابير الأخرى أو المصطلحات الأخرى مثل الانحناء والبندنج الانحناء والبكلينج أيضا الالتواء must be considered، نأخذها بنظر الاعتبار. To achieve a minimum cost casing design, the most economical casing and coupling that will meet the design loading condition must be used for all depths. إذن إحنا نجي نقسم هذا surface casing intermediate إلى مجموعة من المقاطع حتى نحقق minimum cost، واضح؟ ديزاين يعني التصميم مالتنا يكون بأقل تكلفة لكل الأعماق. لازم نستخدم هذه الطريقة حتى نحصل على أقل تكلفة. General design criteria will be presented for surface casing, intermediate casing with liner and production. نفس المواصفات التصميم أو طريقة التصميم هي تستخدم لسواء surface casing, intermediate casing والliner أيضا والproduction casing. مثال راح ناخذ احنا على surface casing ويطبق نفس الشيء للintermediate. هسه نجي للsurface casing. Example design loading condition for surface casing illustrated in figure 7.22 for burst collapse and tension consideration. إذن التصميم مالتنا لازم نحسب البيرست والكولابس والتنشن. إذن معناه لازم نسوي بلوت أو فيجر أو منحني المن للبيرست لودينج أو الكونديشن والكولابس أيضا والتنشن كونسيدريشن اللود الأكزيال لود نسميه التنشن. هنا ينطيك الكونديشن حتى تحسب به هذا البيرست لود، الاحمال اللي ممكن تسلط على الكيسنج شنو بالبيرست. بالبيرست هنا عندك بالبيرست هنا نورمال بريشر هذا مال مد بريشر اعتيادي، هنا عندك فراكشر بريشر اند سيفتي مارجن، هنا عندك ممكن اذا صار عندك شنو عندك كيك هو دخل الغاز الى هذا طبعا الكيسنج مالتك او الحفر مالتك انا ابي بالحفر، واضح؟ والكيسنج طبعا اللي هنا هذا العمق مال الكيسنج، وبدينا وصلنا اللي هنا بعدين بدينا نحفر هنا الكيسنج اي بلس 1 هاي عملية الحفر. حفرنا منا اللي هنا صار عندنا غاز كيك دخل الغاز هنا، وممكن اذا عندنا هنا يصير فراكتشر هنا يصير عندنا لوس سيركيليشن في هذه الطبقة. فاذا احنا عندنا هنا الغاز بالخارج وبالداخل عندنا طبعا الدريلينج مال هاي البيسكون، فهنا الضغط الداخلي اللي هو المد، الخارج عندنا ممكن اما يكون فارغ او عندنا غاز كيك.
هذا عندنا بالكولابس. كولابس يحدث الكولابس اكثر شيء طبعا بالنسبة للبيرست اذا عندنا غاز كيك، يعني هاي الويست كونديشن واضح اصعب مرحلة او اسوأ مرحلة بالبيرست هو عندنا غاز كيك. بالكولابس ايش عندنا؟ عندنا لوس سيركوليشن، بدي الدريلينج مود وين يروح؟ يروح داخل الفورميشن هنا متشققة او بيرموبيليتي عالية، فينخفض مستوى شنو؟ الدريلينج فلويد، ينخفض مستوى الدريلينج فلويد وهذا يكون فارغ نتيجة اللوس سيركوليشن الى الفورميشن، فهذا يكون فارغ واضح. وهذا عندنا المد وهنا جزء من هذا الدريل بايب واضح او الكيسينج، يعني هنا راح يصير عندنا ينخفض مستوى سائل حفر بالانيولوس وهو يعتبر الاسوأ الكونديشن بالنسبة للكولابس واضح. هذا البي ال سي، هاي عندنا اللوس سيركوليشن زون هنا واضح. هذا الكولابس لود، هاي الكونديشن مال كولابس لود. هلا بدنا نحكي على عندنا يبقى التنشن لودز. التنشن لود هو عبارة عن شنو؟ قوى حمل هنا منا نشدة للكيسينج، فالقوى المؤثرة هنا بالجوينات هذا هنا عندنا مد، هنا عندنا مد، ما عندنا اشكال واضح. هنا الدي سي اي ايش قد عندنا الحفر، ايش قد عندنا دريلينج العمق، فعندنا اف 1 وهنا المعاكسه اف 2 والاف 3 واضح. ممكن هنا اف 2 وهنا الاف 3 وهاي بعدين نشوف ليش وحده نازله وليش وحده صاعده حسب الكابلنج. هنا ممكن يكون القطر هنا اقل، ممكن يكون القطر هنا اكبر واضح هالشكل. فاف 1 يوز بريشر اريا ميثود تو كونسيدر بوينسي، طبعا هنا ممكن ندخل البوينسي فاكتور، هذا الكيسنج احنا السيتنج مالتنا. اي ماس سبورت از اون ويت تايمز ا سيفتي فاكتور، هذا يعني هنا احنا اثنين ماس سستين مينيمم بولينج فورسز اون بايب، يعني هنا المفروض الكيسنج مالتنا يتحمل اول شيء الويت مالته طبعا والسيفتي فاكتور وياه معين نضيف ويت، والثاني شيء انه لازم يقاوم لنا او يكون مستقر ويا البولينج فورس منا اللي نسحب بيه البايب ونخليه معلق، فعندنا قوه معينه بالهوك لازم ايضا شنو الجوينات والبايبس يعني يتحملها. هسه نجي لا كافي هنا المحاضرة، نكمل على المحاضرة تجي. هاي هنا قلنا الفيجرات تمثل لنا الورست كونديشن اللي ممكن بيها يحدث لنا لازم الكيسنج يقاوم هنا البيرست، انه لما الغاز يدخل داخل الجاسكيك يكون محيط بالكيسنج. وعندنا هنا هذا الكولابس لما يصير عندنا لس سيركوليشن فينخفض يبقى جزء من هذا الدي ام، جزء من البايب او الفراغ واضح نتيجة لس سيركوليشن. وبالنسبة للاكزيال لود او التنشن لود لازم انه هنا عندنا يتحمل الفلنجات تتحمل الوزن مال كل الكيسنج المثبت بيها واضح. وايضا الشقد عندنا بولينج فورس نستخدمها لانه دائما الكيسنج احنا ننزله في حالة شد حتى بيصير بي باكلينج، يعني نسلط عليه حمل من الاعلى. شكرا لإصغائكم، نكمل بالمحاضرة.